في ملف التربية الوطنية، من المنتظر أن تباشر اليوم أو تباشر اليوم اللجنة المشتركة التي شكلت بعد الاتفاق المتوصل إليه خلال اللقاء الأخير الذي جمع بين وزارة التربية الوطنية ونقابة الكنابست، بحيث ستعمل هذه اللجنة على إيجاد صيغة حول الترقية في المناصب المستحدثة إلى جانب استكمال ما تم الاتفاق عليه والتكفل بالمطالب المطروحة.